السيد عامل صاحب جلالة، السيد رئيس المحكمة، السيد وكيل الملك، السيد قائد الدرك الملكي، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس الزيادة، جماعة اللي كنتواجدوا فيها، صديقنا السيد فضيل بن عيش السفير ديالنا في إسبانيا، السيدة الوزيرة أختي العزة عليا، المسؤولات العاملات ديال أوزون كاملين، الفنانات ديالنا كاملات، أختي والرياضيين ديالنا حقيقة ملي جبتها الدورة هادي بغا إلا مشاو ليا الخيوط ديال المداخلة ديالي. أنا أرحب بالجميع وكما قال السي هشام اللي دأب على الحضور معنا وعلى الأنيماسيون، موا جي أنسيستي هاد المرة باش يكونوا معنا بزاف ديال الناس العالمية بزاف ديال الفنانين، لأن هاد المرة هادي سبيسيال، لأن هادي عامين وحنا ما كنديروش هاد الاحتفال هذا بسبب الجائحة الله يحفظنا. نحاولوا أننا نستبركوا ديك السنتين اللي ما احتفلناش بها يعني علنا بالويماوس العاملات ديالنا ولا بالمسؤولات، وكان هذه المرة هذه خاص هذا الاحتفال هذا لأنه جاء من بعد الجائحة وبعد الانفراج الحمد لله، وكنا شفنا المرأة ماشي غير أوزون هذه المرأة، شفنا تا الدركية، شفنا تا السيدة ديال الأمن، شفنا ديال القوات المسلحة، شفنا ديال القوات المساعدة، هادو الناس اللي شفناهم كانوا لكن حنايا مخبين ولا كانوا هما خدامين، وحيي الأوزونيات تا هما اللي الناس كانوا مساعدين عليهم، وهما كانوا في الشارع تيشطبوا وتيجمعوا الزبل ديالنا. شوف مظهرها عندها ابن معاق وكتعاني السكن، وربي سبحانه وتعالى كبير وما خيبهاش وما خيبناش. راه مبلغ مالي مهم جدا باش انه تفكر انك توفر سكن لائق للمواطن المغربي والشخص اللي يشتغل معاك، فما شابو تبارك الله عليك سي عزيز. ندوزو يلا دابا سي رشيد الوالي ومراشيد كيما الشيخ عطينا كيما تلوصا كنصير ساهم معانا فوالا سي رشيد ما قبل نزهة استمرارية وتنفع قبل نزهة ماعرفتش اخويا والو اللي يصور ساب الختام هذا نجي نحط المالي الكرا والموضه 20000 ريال واليوم الحمد لله ونشكره الله يسركم فرحتوني فرحتوا لي وليداتي الله يعمر ربي يفرحكم. وي راه زعما ما كناش ننتظروا بلا شقه حيت حنا كارين وداك الشيء، وكنشكر السي البدراوي وكنشكر المدير ديالنا حتى هويا ونشكر اللي شاف ديالي. ما اش نقول لك اللي قلت ما نقدرش نديرو في ما متوقع ما كنتش متوقع الصراحه، وجاتني كم مفاجاه والله شيء جميل جدا حتى حنا تاثرنا ماشي والله الا زوينه صراحه. راه ماشي الواحد راه 19 عام هو كارير مات 20 عام ماشي ساهله تاخذ شقه، ما واخا تجمع تتعيا ما غاديش تلقى عيد المراه وعيد الشقه شدوا مع الفرحه. هذه دموع الفرحه فرحانه بزاف اخويا فرحانه. ما كنتيش متوقعه ان تكون عندك شقه؟ ما كنتيش متوقعه؟ كنت متوقعه الحلم الواحد تحقق الحمد لله الحمد لله اخويا. انت غير كاريه؟ كاريه عمرك كنت كتحلمي ان يكون عندك شقه؟ اخر ما نتوقع هو انني تكون عندي شقه، ولكن الحمد لله ربي كبير سبحانه الحمد لله. Thank you.
اليوم نحتفل 8 مارس بالمرأة الأوزونية كما جرت العادة وكما مر في السنوات اللي فاتت. نحتفل بالمرأة، نحتفل بنختار منها عاملة ملكة جمال للعاملات نظافة في المغرب وفي إفريقيا. هذه المرة زدنا كذلك المرأة اللي كانت اشتغلت في الكوفيد في الجائحة، طبيبة، البوليسية، العسكرية، القوات المساعدة، اليوم غنشوفهم غيتكرموا معنا بالإضافة للنساء ديالنا ديال أوزون. ومن خلال هذا التكريم هذا نكرم جميع نساء المغرب وجميع نساء العالم. كما تنقول في كل عام في كل لقاء صحفي تنقول لهم راه نهار ما كافيش المرأة باش نحتفلوا بها، المرأة راه خصنا نحتفلوا بها كل نهار كل ساعة كل وهذه ماشي مبالغة. إلى غنذكر لك المرأة، المرأة ماشي غير تبتات أنها راه نيد تخدم مع الرجل بحاله، نقدر نقول لك تميزات عليه أحيانا غير في العمل ديالنا حنا. المرأة المردودية ديال المرأة أحسن من ديال الرجل. الذي يستحق أنها تهدى لهم شقة دابا غادي الدار أتونسيون الوضعية ديالهم هشة. الله يعطيكم الخير الله يعطيكم الخير. شوف هي كانت لجنة اللي مشات بكل شفافية ومصداقية، تقصات ظروف عيش كل عائلة واختارت 6 ديال العاملات. زوجة اسمعوا مزيان، راح امام زوجات ونعيطوا على سي عزيز البدراوي اللي غادي يسلم. سي عزيز انت مجوج، سي عزيز بدربالة تزوجتي بكري. لتوثيق هذه المحلات الجميلة والرائعة ملكة جمال أوزون، ملكة جمال أوزون في هذه المحلات تتوج من طرف السيد عزيز البدراوي وكذلك سفير مالي دولة مالي بالمغرب. تفضلي هذا بلعة التقديم. ميس أوزون بعدا مبروك عيدك، مبروك هذا النهار ديال عيد المرأة. شكرا بزاف فاطمة الزهراء توس، يعني عملت نظافة بأوزون 21 سنة، دابا عام ونص وأنا خدامة معاهم. كنشكرهم بزاف على هذه المبادرة الطيبة منهم، كنشكر السي عزيز البدراوي على المناسبة هذه، كنشكره بزاف لكل مناسبة كيتفكرنا والحمد لله. كنشكرهم بزاف نساء أوزون نساء العالم، كنقول لهم كل عام وأنتم ألف خير. وكنشكر النساء ديال أوزون حتى الرجال حتى هما، كنقول لهم شكرا بزاف بزاف. نساء 8 مارس مبروك عليك. الله يبارك فيك، مبروك على جميع نساء العالم. اليوم حضورك للدنيا. اليوم كنبغي نشكر شركة أوزون على اختيارها ليا ومجموعة الفنانين باش نحيي هذه المناسبة اللي هي عيد المرأة، وكذلك كاين فنانين ممثلين على غير ذلك. وهنيئا لكل المكرمات اليوم ما شاء الله عليهم، نساء مغربيات اللي عطاو الكثير سواء في الـ في, الـ في القضاء في مجموعة ديال المجالات، وكنتمنى لهم التوفيق يا رب. اليوم بصمة كبيرة في هذا البلاد، حيت حرام طلعوا ما نسمعوش التصفيقات، راه التصفيقات ديالكم هما اللي كيعطيونا كيحسسوها بالصحة. شكرا هشام. والله والله ما كاين شي سر، كاين حاجه وحده كنجيو كنبغيو الناس من قلبنا، واكيد راه كتوصل. والله ما كاين شي حاجه زعما من القلب، فرحانين هذا النهار كبير في تكريم لختي وامي وبنتي ومرتي، وجاي وما كرهش نعطيهم اكثر، يعني قدرت نعطيهم عيني لان يستاهلوا هاد العيالات. ملي كنشوف كتعنق لالا سعاد والدمعه هبطت من عينك، وراه منا كاملين هذاك غنكونوا حاقدين، ما يكونش فينا الخير الا نكرنا داك الجيل. هي كتمثل الجيل للاسف، حنا ما بقيناش كنعيطوا لهم في افلام ديالهم
بهذاك التكريم داك التعيط اللي ما كانش مبرمجه. بغيت نقول لاله سعاد راك باقي على الاقل ما لقيتي في الشاشه وغيبوك، راك باقا في قلبنا وفوق راسنا مرد ربعه. لغه الحب هي اللي تصلح مع جميع نساء الكون في يوم 8 مارس اللي كنتمناو بانه يكون امتداد لكل ايام السنه. 8 مارس ماشي غير نهار، روح 8 مارس خصها تكون سنه كامله كنتكلموا على حقوق الانسان، ولكن كيجيني غريب اننا نتكلموا على حقوق المراه بوحدها. يمكن لي نفهم حقوق الطفل لانه يقدر يكون ضعيف خاصو عنايه، ولكن المراه ماشي كائن ضعيف. المراه ما خاصناش نتعاملوا معها على اساس شوفوا غير بشرى تبارك الله وقولوا لها شكرا كائن ضعيف. لا، المراه قاده وتقدر دير اي حاجه بغات، وهي نصف المجتمع، عماد المجتمع. واللي قالت لي البارح واحد السيده خدامه معايا ابتسام قالت لي المراه هي كل المجتمع لانها نصف المجتمع وكتربي النصف الاخر. يعني غتقبلوا علينا سي دا بخومييغ اكزارسيس، إلا كنا نكون كنخلو بعضياتنا في الهضرة مازال ما عارفينش كيفاش ندويو شنو نقولو، وحنا فرحانين في الجرة. دابا عطانا الخطة ديال واحد 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 كنلعبو بها. سميت دائما سي عزيز أون سونتي شوف جديد، واليوم حنايا فرحانين. لا أنا ولا هشام ولا سميت ولا لا مريم، أنا نشوفو على الشيب هاد الأمسية الرائعة، هاد الأمسية الجميلة اللي كتشبه الأمسية الأخرين. علاش؟ لأننا مجموعين كاملين، كل الفئات المجتمعية حاضرة، عاملات أنصر إدارات أنصر وكذا. خويا هذا أولا واجب، لانه هاد النساء ديال النظافه كيتعتبروا من بين ارقى النساء اللي عندنا هنا في بلادنا، لانهن عندهم واحد ولا عندهن مهمه خاصه متعلقه بالنظافه، وحنا كنعرفوا بان النظافه من الايمان، والايمان الركائز ديالو ولا الركيزتان الاساسيتان ديالو هما الصبر والشكر. راهم حامدين الله وكيخدموا خدمتهم، ولكن صابرات مساكن، علاش؟ لانه كاين بزاف ديال الناس عندنا ما كيقدروش المراه، وما كيقدروش المراه ديال النظافه، وكنتمناو بانه المواطنين يقدروا يتعاملوا معاهم بشكل اللي هو محترم، ويقدروا انهم يعطيوا لهذوك النساء القيمه اللي كيستحقوا. اليوم كنتواجدوا في مدينه بن سليمان مع شركه اوزون ديال النظافه، اللي دايره واحد الحفل بمناسبه ديال 8 مارس عيد المراه، تكريم المراه العامله في مجال النظافه. وحنا جايين نحتفلوا معهم وتنقول لهم تبارك الله عليهم، الله يحفظهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.